مشهد عايز اعرف تعليقك عليه. اتفضل. حبيبك اللي خطيبك مات، الصبح دفنتيه بالليل رقصتيه، ما صدقتش. ازاي حصل قبل كده؟ ازاي تقسمي نفسك نصين؟ الفنان بينفصل عن حياته العاديه. مش الفنان مشاعر واحاسيس؟ بينفصل، لازم يبقى محترف، ينفصل عن كل العالم وقت ما يعمل شغل. يعني صدقك وانت بتدفني حبيبك وصدقك وانت بترقصي بالليل؟ لازم تصدقني في نفس اليوم. امال انا مختلفه ازاي؟ مختلفه بايه؟ الفنان ليه مختلف؟ لانه بيعرف يفصل. يعني لو انا متخانقه دلوقتي وداخله اعمل مشهد حب، هوقف التصوير؟ مش فاهم. يعني لو انا متخانقه مع اللي بحبه، لا مش خابطين في بعض، بس انك متخانقه معاه شيء وانه مات شيء تاني. عادل امام باباه توفى وطلع عرض المسرحيه. زي ما بيقولوا، انت ممكن من كتر الحزن ترقصي رقصه مليئه بالالم؟ لا، هو عامه الحزن الداخلي بيخليك تعكس شعور الطف. لما بتبصي في المرايه بتشوفي نفسك ازاي؟ لا، انا ببص في المرايه بس عشان اعدل مثلا حاجه عايزه اعدلها في شكلي. عمرك ما سخطتي فيكي؟ لا خالص.